السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والأمل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها. 11 من أكتوبر لسنة 2022. تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية. إليكم التفاصيل. أردوغان: تركيا تعمل مع أذربيجان لضمان أمن الطاقة في أوروبا. صحيفة: بولندا تهاجم الحلفاء بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا. نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على 51 شخصية روسية إضافية. بايدن يتعهد بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة والمزيد من الصواريخ. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن تعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة عقب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة. وقال بيان للرئاسة الأمريكية إن بايدن خلال محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي تعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطورة. كما شد الرئيس الأمريكي بحسب البيان على التزامه المستمر مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها. بالمقابل، وصف الرئيس الأوكراني في تغريده على تويتر المكالمة التي أجراها مع بايدن بأنها محادثة مثمرة، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي هو حالياً الأولوية الأولى لتعاوننا الدفاعي. وسبق للولايات المتحدة أن تعهدت بتزويد أوكرانيا بثماني بطاريات صواريخ أرض جو متطورة من طراز ناسامس، اثنتان منها ستتسلمهما القوات الأوكرانية في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والستة الأخرى في إطار حزمة مساعدات طويلة الأجل. هذا ويشار إلى أن هذه المنظومات الصاروخية تصنعها شركة رايثيون الأمريكية وكونسبرغ النرويجية. وكانت ألمانيا قد تعهدت هي الأخرى بتزويد أوكرانيا خلال أيام بمنظومة دفاعية من طراز إيريستي التي يصل مدى حمايتها 20 كيلومتراً ارتفاعاً و40 كيلومتراً عرضاً. أنتونوف يحذر الولايات المتحدة من تخطي الخط الأحمر. حذر السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوف الولايات المتحدة وحلفائها من الاقتراب من الخط الأحمر بمواصلتها توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال أنتونوف: نحث الولايات المتحدة وحلفائها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي اقتربت منها وتوقف عن تزويد نظام كييف بالسلاح الفتاك. لن يؤدي ذلك إلا للمزيد من الضحايا والدمار وإطالة أمد النزاع. وأشار إلى أن تصريحات البيت الأبيض حول نية مواصلة دعم كييف بتزويدها بالأسلحة تعد تأكيداً آخر على أن واشنطن قد تحافظ على صفتها شريكاً في الصراع. وأوضح: مثل هذه المساعدة وكذلك تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية والمدربين والتعليمات حول أساليب إجراء الأعمال القتالية هي طريق نحو مواصلة التصعيد ورفع خطر المواجهة بين روسيا وحلف الناتو، لا سيما أن أوكرانيا تستخدم هذه الأسلحة ضد البنية التحتية المدنية والمساكن. الاتحاد الأوروبي يقدر قيمة التجارة مع روسيا المشمولة بالعقوبات الجديدة ب1.23 مليار يورو. ماكرون يعرب زيلينسكي عن قلقه البالغ حيال القصف الصاروخي الروسي لأوكرانيا. وزير فرنسي يدين محاولات واشنطن الهيمنة الاقتصادية على حساب أوروبا. قال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي برونو لومير إن الولايات المتحدة تحاول ترسيخ هيمنتها الاقتصادية عبر إضعاف الدول الأوروبية والاستفادة من أزمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لومير في الجمعية الوطنية مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.
ونقل التاس عن لومير قوله: يجب ألا نسمح للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة، وعلينا منع إضعاف أوروبا نتيجة الصراع الأوكراني. وأضاف أن الولايات المتحدة تبيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين الأوروبيين بأربعة أضعاف سعره للصناعيين الأمريكيين، واصفاً هذا الوضع بأنه غير مقبول، داعياً إلى علاقة اقتصادية أكثر توازناً بين واشنطن وأوروبا. يشار إلى أن السناتور الروسي أليكسي بوشكوف قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تتعمد الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل السيطرة السياسية عليه. كما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن أزمة الطاقة في الدول الأوروبية هي أكثر فائدة للاقتصاد الأمريكي، حيث أن أسعار الغاز المرتفعة تجبر الشركات الأوروبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. بلومبيرغ: حلفاء أوكرانيا يعانون نقصاً في مخزونات السلاح ولن يتمكنوا من تسليح كييف بسرعة. روسيا: خرسون تتسلم 320 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة. تراسة تدعو لعقد قمة طارئة للناتو بعد الضربات الصاروخية الروسية لأوكرانيا. الجمعية العامة ترفض إجراء تصويت سري يدين الاعتراف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا. رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء اقتراع سري للدول الأعضاء يدين الاعتراف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجي وخرسون. وقد تقدمت ألبانيا في وقت سابق بمقترح لإجراء تصويت مفتوح على القرار يدته 107 دول وعرضته 13 وامتنعت عن التصويت 39 دولة. من جهته أوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي أن قراراً بهذا الشأن سيتم اتخاذه في ختام نتائج التصويت التي سيتم الإعلان عنها في تقرير الاجتماعي. بدوره وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فأسيلين بنزيا هذا التصويت بالتدليس والاحتيال، حيث لم تمنح موسكو حقها في إلقاء كلمتها وتوضيح وجهة نظرها. وانتقد بنزيا الموقف المنحاز والسلبي المتعمد الذي اتخذه رئيس الجمعية العامة في تشويه الحقائق وحرمان روسيا من حقها في التعبير عن رأيها وتوضيح وجهة نظرها ومنح هذا الحق لخصومها. وطالب بتطبيق المادة 87 من قواعد الجمعية العامة للتصويت السري بشكل عاجل، لكن رئيس الجمعية العامة رفض ذلك. يذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها مارسوا ضغوطاً كبيرة على العديد من الدول لحثها على التصويت لصالح الاقتراع المفتوح. موسكو تحتج على رفض الجمعية العامة التصويت السري على قرار يدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا. الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو للتسوية السلمية لأزمة أوكرانيا. ديروف يعلن التحاق أكثر من 200 متطوع إضافيين بالقوات الروسية في أوكرانيا. نيبنزيا: الناتو يسعى لتصعيد النزاع بهدف هزيمة روسيا أو إضعافها. بوريل: رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الرخيصة من روسيا. قوات أحمد: خسائر الجيش الأوكراني تتجاوز 1000 قتيل يومياً. زاخروفا تعلق على دعوة واشنطن للتفاوض وحل الأزمة في أوكرانيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.